أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية كالعادة بأخبار المونديال. أكدت شبكة يورو سبورت الفرنسية أن المنتخب الفرنسي ما زال يعاني من فيروس الإبل الذي ضرب عدة لاعبين في الفترة الأخيرة، وأوضحت يورو سبورت أن فاران هو آخر اللاعبين المصابين بهذا الفيروس بعد أن طالت العدوى 4 لاعبين وهم رابيو ثم كومان ثم إبراهيم كوناتي، واليوم فاران ولم يتوصل بعد الإطار الطبي للمنتخب الفرنسي حتى الآن إلى نتيجة واضحة للحسم في جدل هذا الفيروس الغامض ليطلق عليه اسم فيروس الإبل. في المقابلة الدور غدوة السبت بداية من 4:00 بتوقيت تونس، مقابلة ترتيبية بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن منح المغرب شرف تنظيم كأس العالم للأندية اللي باش تدور من 1 إلى 11 فيفري 2023. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنفانتينو أن اختيار الدولة المنظمة لكأس العالم نسخة 2030 سيتم في عام 2024. أعلن النادي الأهلي المصري أنه تلقى خطاب رسمي من الفيفا مساء اليوم لتأكيد مشاركته في مونديال الأندية بالمغرب في فيفري المقبل. سيشارك الأهلي بصفته وصيف بطل إفريقيا، لأن الوداد الفائز بدوري الأبطال سيعتبر صاحب الضيافة لأنه بطل الدوري المغربي أيضا. محليا تقام يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري المقابلات المؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى فيما يلي برنامج المواجهات وتعيينات الحكام. المجموعة الأولى نجم الساحلي وجه نادي صفاقس الحكم نعيم حسني، الملعب التونسي وجه الترجي الرياضي الحكم عامر شوشان، وبالنسبة للمجموعة الثانية نادي الإفريقي وجه مستقبل سليمان حكم نصر الله الجوادي. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية. من فوائد الرياضة تقلل من القلق والإجهاد والتعب وتقلل من الكآبة وتعطي الطاقة والقوة للجسم. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية. أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة. تفهم لايف سبورت.